السلام عليكم، وياكم ورشة أبو مصطفى للألمنيوم. طبعاً اليوم اشتغلنا حسب طلب الحجي زاوية 80 هي ومعلقها و180 هي ومعلقها، وهنا الطباخة عندنا والمرشحة تتشكل خارج جمعة طرف 5-6 أكتر، وهنا الزاوية ما سويناها 80، سويناها 60 اللي عند المسافة 60 سنتيم عند الضلع هاي، وهنا خلينا بي سينك مترين ونص مولتنا صفحة اللي هي من جهة الطباخة، واستخدامها من هنا الرف بحيث عندي ما تموت. وهذه هنا الخراب مالت السين، طبعا المرمر لونه رصاصي ويا لمعة الفضة والذهبي، والحوض ستيل ارقى شيء هو الحوض ستيل. اضافة ايش ضفنا عندنا؟ ضفنا مكان بالصواني ما يأثر نهائيا على الرف والخانة هاي، يعني هاي استخدمها والصواني كذلك استخدمها، ومطلب يجي هلا حتى على مدة تنظيف، وهذا المعلق كل خانة خلينا في الرف، وهذا الخانة خليناها في الرف على مدة خلاط مع خلاط الحجاج الكبار. هاي تكنيكات هنا بارين وبنص الراف، وهنا بار وبنص الراف، وكذلك هاي زاوية عندنا بنص الراف، والمعلق خليناها طبعا المعلق الأول ارتفاعه 60 حسب أو البيت الطلبة من ناحية اللون، ومن ناحية ارتفاع المعلق أقل 80، اكو متر واكو صعد مناسب، اكو اللي يطلب به حجي، اكو اللي يريده بيطلب حجي، فكل من وذوقه.